رد وزارة العدل على طلبات المقدمة من نقيب المحامين. في إطار التنسيق والتعاون المتبادل بين نقابة المحامين ووزارة العدل لتيسير عمل السادة المحامين، خاطبت وزارة العدل الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين بشأن نتائج دراسة الطلبات المقدمة منه خلال اللقاء الذي جمعه بوزير العدل وكبار المسؤولين بالوزارة نهاية مارس الماضي. وتضمنت الطلبات المقدمة من نقيب المحامين تيسير وتسهيل عمل المحامين داخل أروقة المحاكم والنيابات، فتقدم نقيب المحامين بضرورة اتخاذ اللازم نحو مخاطبة المحاكم والنيابات بإعادة النظر في الرسوم التي أدخلت على الخدمة المميكنة بالمحاكم ورسوم النماذج المؤمنة وغيرها. وكان رد الوزارة على ذلك الطلب بأن استخدام الورق المؤمن إنما هو أمر اختياري لمن يشاء، وأن هذا المقابل يمثل التكلفة الفعلية لتلك الأوراق ولا يفرض جبراً. وتم توزيع كتاب من السيد المستشار مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم على كافة الجهات المعنية للالتزام بذلك. كما طالب نقيب المحامين بالعمل على زيادة الغرف المخصصة للمحامين بالمحاكم والنيابات المختلفة مع مراعاة ذلك والتوجيه بالتنسيق بين هيئة أبنية المحاكم ونقابة المحامين. وعن هذا الطلب أوضحت وزارة العدل أن الهيئة العامة لأمنية دور المحاكم والشهر العقاري تسعى إلى تلبية طلبات نقابات المحامين الخاصة بالغرف قدر الإمكان ووفقاً للظروف والمتاح بكل محكمة، وتراعي ذلك في الإنشاءات الجديدة. كما طالب نقيب المحامين بضرورة العمل على توسيع قاعدة القيد الإلكتروني للدعاوى وإدارة الدعاوى من خلال المنظومة الإلكترونية، وكذلك العمل على إتاحة تقديم كافة الطلبات وتحصيل كافة الرسوم إلكترونياً. واستجابة لهذا الطلب، قالت وزارة العدل في خطابها لنقيب المحامين أنه صدر التوجيه بالتعاون مع النقابة العامة للمحامين للتنسيق في استخدام الخدمات المتاحة بطريقة إلكترونية. وأما عن الطلب المتعلق بتشكيل لجنة دائمة بين نقابة المحامين ووزارة العدل للتنسيق الدائم بين الوزارة والنقابة بما يضمن الحل الفوري والمباشر لما عسى أن يثار أو يحدث من مشكلات أثناء العمل اليومي، فأبدت وزارة العدل ترحيباً بذلك مؤكدة أنه يمكن إعداد بروتوكولاً للتعاون معها بشأنها على ضوء ما يحقق المصلحة العامة.